اذكر شخصيتين متلازمتين في مسلسلات الكرتون. يا سلام، غصون إلتش. اذكري شخصيتين متلازمتين في مسلسلات الكرتون، شن هن؟ ها؟ يعني الاسم يعني شخصيتين اسماء. توم وجيري فلان وف... ها؟ توم وجيري جيري. توم وجيري هو اقوى احتمال. اكو واحد ما عرفته مجيري ومشاكلهم. يا ابا احكي لي الان، نروح وياكم لو تحولي الى الغزالي. ويا جماعه وياكم. نعم. يلا تفضل دكتور محمد جنون. شكرا. ونجي ايضا على الاخ علاء. اخ علاء، اذكر لي شخصيتين متلازمتين في مسلسلات الكرتون. سنافر. ها؟ سنافر. خطأ. شنو السنافر؟ انا دا اقول لك اذكر شخصيتين متلازمتين في مسلسلات الكرتون. معروف من قالت توم وجيري يعني اكو بعد كذا وكذا. شو تقول اخت ازهار؟ عدنان ولينا. صح، برافو عليك. شفت يا علاء؟ يلا اخ مروان، انت شو تقول؟ لوز وسكر. من هو؟ لوز وسكر. يا سلام، لوز وسكر. لوز وسكر. ما اجى هذا، ما تذكره لانه بلوز وسكر وعلى موجود، لكن ما اجى بالاحتمالات القويه. خلينا نشوف الاخت غصون. ماشا والدب. ها؟ ماشا والدب. ماجده. ماشا. انا ما اعرف ماشا. ماشا والدب. صح. ثلاث احتمالات، باقي احتمالين وعدتم خطا. واخ على، اها يا معود لا تخجل نقي يا اخوي. اخوي ها؟ اذا خطا ثالث، راح نضطر نروح على الغزالي. خلصت نقاشاتكم؟ خلينا نشوف الان منو نختار. محمود. سبونج بوب وبسيط. منو؟ سبونج بوب وبسيط. يا حبيبي إلاف. وين جبت لي هذا؟ إلاف. ميكي ماوس. ها؟ ميكي ماوس. والآن الدكتور أحمد، اذكر شخصيتين متلازمتين في مسلسلات الكارتون. شو تقول؟ كابتن ماجد وبسام. ماجد وبسام. خلينا نشوف. ماجد وبسام. ماجد واحد.